وفي ظل الأوضاع الأمنية السائدة في الأراضي الفلسطينية، استقبلت محافظة بيت لحم شعلة النور المقدس، حيث جار استقبال الشعلة في كنيسة المهد بحضور الآباء الكهنة ومحافظ المدينة ورئيس البلدية وأعضاء وممثلي الفعاليات الدينية والرسمية والشعبية في المحافظة. المزيد في رسالة الأراضي المقدسة. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. أحيات الكنائس التي تسير على الحساب الشرقي يوم سبت النور، حيث اقتصر الاحتفال على الشعائر الدينية فقط، نظرا لالتزام الكنيسة بالقرارات بإلغاء الاحتفالات والمظاهر بسبب الأوضاع التي تسود البلاد. ففي مدينة بيت لحم استقبل النور المنبثق من القبر المقدس من كنيسة القيامة في القدس باستقبال رسمي على بلاط كنيسة المهد، اقتصر على الشعائر والصلاة فقط، حيث حملت شعلة النور المقدس من قبل الميتروبوليت بنديكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكسي في المدينة، وبحضور الكهنة ومحافظ المدينة ورئيس البلدية والأعضاء وممثلي المؤسسات الدينية والشخصيات وأهالي المدينة. وعند وصول شعلة النور داخل الكنيسة أضيئت الشموع والقناديل، كما أقيمت الصلاة صلاة سبت النور. وفي لقاء مع رئيس البلدية أنطون سلمان أكد أن الشعب يريد الحياة برغم الألم والأوجاع. بحلول عيد الفصح المجيد، السلام والخير والبركة لجميع أبناء شعبنا ولجميع المحتفلين بالأعياد الفصحية المجيدة، متمنيا من الله عز وجل أن يعيد الفصح للعالم بشكل عام ولأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل خاص بالسلام، وقد تحققت لأبناء شعبنا الحرية والاستقلال. أما فيما يتعلق في احتفالاتنا اليوم في بيت لحم، فنحن زي ما هو ظاهر أنه إحنا أبينا أن يكون للفصح مظاهر، وأصرينا على أن يكون الفصح بمعانيه الدينية والمعاني الإنسانية. الفصح هو عيد القيامة، عيد الخلاص، وعيد انتقال الإنسان من العبودية إلى الحرية، من عبودية الخطيئة إلى الحرية، حرية الإيمان والعقيدة. وبالتالي كان احتفال بيت لحم هو احتفال ديني قائم على الصلوات والدعاء إلى رب العالمين أن يتحقق السلام للأرض المقدسة، أن يتحقق السلام والحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني، أن يتخلص شعبنا مع حلول الفصح المجيد في العام القادم من الاحتلال ومن وجوده على الأرض الفلسطينية. أنهى المتروبوليت بنديكتوس تهنئته للعالم بقيامة المسيح من بين الأموات. برغم التضييقات والحواجز والعراقيل داخل الأراضي المقدسة، إلا أن النور المقدس وصل لكل الكنائس والبيوت لأخذ بركة ونعمة المسيح الذي قام من بين الأموات. كل عام تسلمين، أنا متران مش هلمي، متران من بيت لحم، متران وين في محبة وين في مغارة، مغارة كيف ربنا لادرة بتجيب ربنا، ومنون بيكون محبة وبيكون سلام، إن شاء الله بيكون من كل عالم سلام. امتى في سلام بصير واحد بصالح، بصير واحد مرتاح، كلام تسلمين من كل ناس. وصل النور المنبثق من القبر المقدس لجميع أنحاء العالم. طبعا من عيد على شعبنا الفلسطيني كاملة، الأعياد مقتصرة على الشعائر الدينية فقط. إحنا شعب واحد، إحنا منعاني نفس المعاناة، وإن شاء الله الحرب توقف في غزة ونرجع لحياتنا الطبيعية. كل سنة وانتم سالمين. اليوم هو سبت النور، اليوم هذا بكون يوم مقدس بالنسبة لنا كمسيحية، كمجتمع مسيحي. وطبعا ما رح يكون في آيات كيف لازم هون عنا، لأنه الأسباب والوضع عمالة بتصير في بلادنا والحروب عمالة بتصير في بلادنا. فبنطلب أكيد من سيدنا يسوع المسيح أنه يعم النور في حياتنا وبعائلاتنا وبمجتمعنا المسيحي. بنطلب من سيدنا يسوع المسيح أنه يكون معنا بكل لحظة من حياتنا، وأكيد إن شاء الله السنة الجاي يعم السلام ويعم كل شيء خير علينا نحن كمجتمع واحد ونحن كأبناء مهد. وأنا بحكي باسم كأبناء المهد وبطلب من الجميع أنه
انه يعم السلام حتى يصلوا لحتى يعم السلام بقلوبنا وبحياتنا، وكل عام وانتم بخير والرب يبارك حياتكم جميعا. العيد هون مع انه قيامة المسيح نور وحياة لكل شخص، بس كثير حزن، كثير وجع قلب مع الظروف. الرب يسوع يعطينا، هو رئيس السلام ويعطينا السلام ويسكب محبته على كل بني البشر. ويا ربي نور المسيح بسبت النور يوصل لكل الناس، والقيامة تكون بقلوبكم من جديد. ندعو إلى الله العلي القدير في هذه الأعياد المباركة أن تنتهي الحروب، والنور المقدس ينير قلوب وعقول جميع الذين في الظلام. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. لنورسات مارلين الحدوى من كنيسة الروم الأرثوذكس بيت لحم.